واحد بيسأل ملك سابق لا أب ولا أم له، لا بداية أيام ولا نهاية، بل مشبه لابن الله، هل هو رمز أم شخص؟ هو شخص. حكاية بلا أب بلا أم يعني بلا أب في الكهنوت ولا أم في الكهنوت. كان زمان في الكهنوت اللاوي أو الكهنوت الهاروني لابد أن يكون من نسل هارون، لا يكون أبوه كاهن لا أمه كاهن، من نسل هارون. يعني بيكون أخذ الكهنوت بالوراثة. ملك سابق لا كان ليه أب في الكهنوت ولا ليه أم زي بنات هارون، حتى هارون ما كانش اتولد في ذلك الحين. لا بداية أيام ولا نهاية، فسرها القديس يوحنا الذهبي الفم في تفسير رسالة بولس إلى العبرانيين، وقال إن إحنا ما سمعناش عن تاريخه، لا تاريخ أب مقابلته لأبينا إبراهيم، ولا تاريخ بعد مقابلته لأبينا إبراهيم. ما نعرفش بداية ولا نهاية لتاريخه. يكفي عبارة مشبه لابن الله. لو كان هو ابن الله كان قيل إن هو ابن الله وكان سجد له إبراهيم. على أي حالات أنا كتبت مقالة زمان عن هذا الموضوع في مجلة الكرازة، ياريت صاحب السؤال ده يبحث عنها إما في المجلة لإما في سنوات مع أسئلة الناس الخاصة بكده.